أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل خلال الزيارة التي قام بها اليوم إلى الديمان بعد لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على أن المرحلة التي نمر بها مصيرية وهي تسعى إلى تغيير وجه لبنان. ويبقى السؤال المطروح، هل أن حزب الله يريد التعاطي مع جميع اللبنانيين بنفس الطريقة أم أن هناك فئة أولى وفئة ثانية من الشعب اللبناني؟ النائب جميل زار الديمان على رأس وفد من حزب الكتائب ضم نائب الرئيس الدكتور سليم الصايغ، الوزير السابق ألان حكيم، وأعضاء المكتب السياسي مجيد العايلي، ليندا جلخ، وغسان أبو جودي. وبعد لقاء دام حوالي الساعة، تحدث النائب جميل للإعلام حول المرحلة وإمكانية عقد التحالفات مع المعارضة. حزب الكتائب عم بيتواصل مع أولاً كل قوى المعارضة يلي عم نحاول مع شركائنا ومع أصدقائنا بالمجلس نشكل إطار تنسيقي بين بعضنا بهالمرحلة الدقيقة، والتواصل أيضا موجود مع بقية الكتل من كتلة القوات اللبنانية وكتلة الحزب الاشتراكي والكتلة اللي تشكلت جديد كمان من بعض النواب الأصدقاء، كرمال تنحاول نطلع بموقف مشترك، وهذا واجب علينا جميعا بهيدي المرحلة، ومسؤولية كتير كبيرة على كل واحد منا بأنه نتفق مع بعضنا على اسم، على مرشح رئاسي يقدر ينقل لبنان إلى مكان جديد ويقدر ينقذ لبنان من الواقع المرير يلي وصلنا له كلنا سوا. وعن حزب الله قال الجميل، مشان هيك حزب الله إذا بده يكمل بهذا المنطق يلي كان ماشي فيه صار له سنوات وبده يحاول يفرض على اللبنانيين رئيس جديد ويفرض على اللبنانيين هيدا النمط الحياة وهيدا التغيير البنيوي اللي عم نعيشه اليوم، بده يتوقع كمان انه نحنا نغير كل مقاربتنا للحياة السياسية بلبنان وننتقل بخطابنا وبأدائنا وبطريقة شغلنا الى طريقة جديدة بالعمل. هيدا الاستحقاق هو مفصلي بالجواب على هيدا السؤال، وهيدا هون بيتحمل مسؤوليته مباشرة حزب الله. نحن رح نعمل كل اللي علينا كرمال تنقدم للبنانيين شخصية لبنانية عريقة بتحب هالبلد، كفوة، عندها القدرة على الشغل 24/24، عندها خبرة اقتصادية وعندها قدرة على طرح الحلول البنيوية اللي لبنان بحاجة لها، وتكون شخصية قادرة تجمع كل اللبنانيين، وكل لبناني إن كان مسيحي أو مسلم يحس حاله ممثل بهذا الرئيس. نحن رح نحاول نطرح هيك شخصية، إذا حزب الله بده يصر على الفرض مثل ما عمل مرت الماضية بتعطيل مجلس النواب مدى سنتين ونص ليفرض علينا مشيئته، ساعتها بده يتوقع حزب الله هيدي المرة أنه يكون تعاطينا ومقاربتنا للتعاطي معه للحياة السياسية بلبنان رح ننتقل فيها إلى مكان آخر. من الديمان أكد الجميل أنه لا مفر من انتخاب رئيس جديد في المواعيد المحددة، مشيرا إلى المواصفات التي يجب أن يتمتع بها الرئيس، محملا الجميع مسؤولية إيصال شخص ملم بكافة الأوضاع. من الديمان روعة رفاعي، صوت لبنان.